من تحت ظلال رحمات وأسرار سيدي الأخضر بن خلوف. أعلن رسميا عن انطلاق في الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة القادمة يوم 7 سبتمبر من الغرب الجزائري بولاية مستغانم التي ستليها في الأسبوع المقبل من أقصى الشرق الجزائري من ولاية قالمة، كي تتعانق ولايات الشرق مع ولايات الغرب وتتعانق ولايات الجنوب مع ولايات الشمال، فلا تفريق بيننا في حركتنا بين ولاية وولاية، بين بلدية وبلدية، بين شريف بين أبيض بين أسود، بين تارقي بين مصابي بين شاوي بين قبائلي بين شلحي بأن شريف بين مرابط بين عربي، كلنا شعب جزائري، وحدنا الإسلام، وحدتنا النضالات المتعاقبة، وحدتنا التضحيات المبادرة، وحدنا الرصيد المشترك، وحدتنا التراكم التجارب، وحدتنا ثورة نوفمبر، وحدنا سيوحدنا الفارس الذي تختاره حركة البناء الوطني، وقد انطلقت اليوم في